حياكم الله مشاهدينا الكرام، الكل في حل مني، جملة من بين أسطر اعتزال السيد الصدر اللي أعلن عنها اليوم. فعقب هاي الحراكات اللي شهدها الشارع العراقي والخلافات، اتجه المشهد إلى خطوة أخرى جديدة على الساحة، ألا وهي اعتزال السيد الصدر لكل العملية السياسية ومتعلقاتها، وإغلاق المكاتب الخاصة به، وعدم استخدام اسم التيار أو آل الصدر في أي تحرك سياسي أو حتى شعار. أما أسباب الانعزال لم يتطرق لها السيد الصدر، لكن كلما يعلم إن الانعزال جاء بعد بيان السيد الحائري تصديه للمرجعية، وما تزال أسباب انعزال الصدر غامضة إلى اللحظة. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة، على بضع ساعات معدودات من نهاية مهلة السيد الصدر المشروطة، جملة متغيرات مخلفة تبعات خطرة على المشهد السياسي الذي عقدته أحداث اليوم. فتكرار التعدي على مؤسسات الدولة واستهداف هيبتها أزم المؤزم، وأدخل العراق في فصل جديد من انغلاق سياسي لا تبدو ملامح الانفراج قريبة فيه لحد ما، مضاف لذلك التعقيد الأمني الذي رافق هذه المستجدات والتي ليس من بينها ما هو محمود. إذن مشاهدينا، ملفات حصادنا لهذه الليلة نناقش فيها هذه التطورات الأخيرة مع ضيوفنا، فتفضلوا بالبقاء معنا. قبل انتهاء المهلة المقررة المتمثلة ب 72 ساعة التي وضعها السيد الصدر إلى الفرقاء السياسيين حول عقد اتفاقية تتضمن عدم اشتراك الشخصيات المتصدية للقيادة منذ عام 2003 في العملية السياسية والحكومة المقبلة، يطلق رصاصة الرحمة كما أسموها المتابعون لإنهاء السجالات بينه وبين بقية الأطراف باعتزاله من العملية السياسية برمتها وعدم التدخل في شؤونها مطلقاً، بدءا من إعلان مقاله ذاك عبر تغريدة على حسابه الشخصي، وأتبعه بعد ذلك بلحظات الحساب الشخصي لوزير القائد الذي كان يغرد دوما لتوجهات التيار الصدري وتحركاته، إذ يفاجئ المتابعين بإغلاقه. جاء الاعتزال عقب البيان الذي أوضحه المرجع السيد الحائري معلنا فيه أسباب اعتزاله التصدي للمرجعية والأمور الفقهية، ذاكرا في ذلك وصايا للمتصدين للمناصب والمسؤوليات للقيام بوظائفهم الشرعية، الأمر الذي دعا المراقبين للتكهن بجعل هذه التوصية إحدى الأسباب وراء انعزال السيد الصدر من العملية السياسية. أما المتظاهرون المتسمرون في المنطقة الخضراء فقد اتجهت مطالبهم إلى المجهول، ولا يعلم مدى مباغتتهم بهذا القرار أم كان باتفاق مسبق معهم، لكن كل ما يعلم إلى الآن هو أن المتظاهرين صاروا يتجهون إلى أماكن متفرقة من المنطقة الخضراء دون توجيه ظاهري، وارتفاع حالة الغليان بين صفوفهم. ويذكر بعض المتابعين أن القرار جعل الشارع في تخبط أكثر، ولا يمكن التخمين بما ستؤول إليه أمور الشارع والحركات. هل يعد الاعتزال خطوة نحو التهدئة أم التصعيد قادم في الأيام المقبلة؟ نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية، نناقش ملفات حصادنا لهذا اليوم مع الأستاذ غازي اللامي المحلل السياسي، كذلك انضم لنا عبر سكايب الدكتور مصطفى الناجي الباحث والأكاديمي. حياكم الله أستاذ غازي. أهلا ومرحبا بك أستاذ عباس، والتحية إلى كل مشاهدي الكرام. حياك الله. بيان السيد الحائري والرد من السيد الصدر وتصعيد موقف الاحتجاجات، هذا التصعيد المتسارع نوعا ما، أكو ترابط ما بين بيان السيد الحائري وموقف السيد الصدر أو حتى أتباع التيار الصدري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هي المواقف السياسية كانت معقدة جدا ووصلت إلى حالة العناد السياسي، وكان السيد مقتدى الصدر قد أوضح قبل كم يوم أنه ينتظر من الأحزاب والكتل أن تغادر المشهد السياسي، ومن ضمنها التيار الصدري، وأعطى يعني مدة 72 ساعة حتى يتم حسم هذا الأمر. ولكننا اليوم تفاجأنا بعد أن أصدر السيد الحائري يعني توضيحه ومداخلاته على هذا الجانب وتنهى عن حتى أن المدة أستاذ غازي ما انتهت، يعني ما انقضت بشكل كامل المدة.
وهي هذه مفاجآت المشهد السياسي. يعني كل الكتل كانت تنتظر أن تكون هناك عملية تفاعل أو عملية جس نبض مع من السيد مقتدى الصدر على هذه الطروحات. وبالمناسبة كان هناك وفد من برئاسة البرزاني كان مهيئا ليذهب إلى السيد مقتدى الصدر بمبادرة لحل حالة هذه الأمور، لكنه تفاجأ أيضا بأنه هذه يعني هذا أدخل أستاذ غازي بملف الحوارات، لكن هذا التصعيد هل يعتبر رد على بيان السيد الحائري؟ هو نعم كان يعني حالة ردة فعل قوية ومؤثرة ومهمة على ما طرحه السيد الحائري من أنه يوصي مقلديه ومن يريد أن يكون قريبا من هذا الخط أن يبدأ بالبحث عن أن يكون هناك السيد علي الخمني هو المرجع لهم. وبالتالي هذه النقطة هي التي جعلت من السيد مقتدى الصدر أن ينأى بنفسه عن كل الأمور حتى يعطي صورة أنه غير مسؤول عما سيحدث، وبالتالي نبعد نفسه عن المساءلة والمسؤولية الشرعية والدينية والسياسية طالما هو قد دخل في هذا المعترك السياسي، ولا بد أن يتحمل نتائج هذا المعترك بسلبياته بإيجابياته بتقاطعاته. ولكنه اليوم كانت هذه التغريدة هي انعكاس لما تصرح به السيد الحائري في هذا الجانب، وبالتالي قد أعطى صورة أنه لكل فعل ردة فعل، وهذه ردة الفعل كانت. بالتالي هذه التغريدة ألقت بظلالها على الشارع العراقي وعلى المشهد بصورة عامة. أنتقل بالسؤال إلى دكتور مصطفى الناجي، حياكم الله دكتور. نعم دكتور مصطفى، هذا المشهد وهذا التأزيم والوضع اللي نعيشه بالعراق اليوم، شنو تأثيره على العراق كدولة، على سمعة البلد خارجيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأزمة الدولية من ضمنها أنه يعني الوضع الدولي مجمع على أن يكون العراق مستقرا لكي عجلة يعني تصير النفط بعد أن أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على امتدادات الطاقة في العالم. هذا عدم الاستقرار سوف يؤدي إلى يعني الضعف في منظومة إمداد الطاقة على الجانب السمي الاقتصادي. الجانب الآخر يعني نعرف أنه إحنا العراق بلد محوري يقع في قلب الشرق الأوسط، هناك أحداث حول العراق إذا ما انفرط لا سمح الله عقد الأمن في العراق سوف يؤثر على عموم المنطقة. التظاهرات اليوم أو الأزمة السياسية اللي نعيشها يعني تداعياتها من 10 أشهر سوف يكون لها تداعيات خطرة على الجانب الإقليمي الدولي إن لم يعني تتدارك أمور القادة السياسيين، الأحزاب السياسية، الحكومة العراقية، عقلاء القوم إلى لملمة هذه التظاهرات. دكتور مسألة أخرى خطرة أيضا، مسألة التوقيت خصوصا وإحنا نعيش بقرب زيارة أربعينية الإمام الحسين، وممكن تكون عندنا دول أن توفد رعاياها إلى العراق، فبالتالي العراق قبلة لعدد من الدول. هذا المشهد شو راح يأثر على هذه المناسبة؟ يعني احنا التظاهرات هي عجلت في تسليط الضوء على العراق، عجلت يعني قبل حلول ذكرى الأربعين الخالدة. للأسف الشديد أن تكون الأوضاع بهذا الشكل، هذا الشكل يعني المشدود والعنيف والغير مستقر. كنا نتمنى أن تكون زيارة الأربعين يعني تمر يعني بانسيابية بهدوء باستقرار، كي يستطيع المؤمنين أن يؤدوا يعني شعائر الزيارة بكل أريحية. للأسف الشديد أقول أنه زيارة الأربعين اللي كانت تمثل يعني مؤتمر دولي في كل أطراف العالم، يأتي الزائرون إلى كربلاء المقدسة لكي يؤدي شعائر زيارة الأربعين، أعتقد هذه الأزمة سوف تؤثر يعني على أعداد الزائرين وربما سوف تمنعهم من المجيء إلى كربلاء. عدد من الدول يعني بدأت تحذر رعاياها من التوجه إلى العراق أو حتى سحب المتواجدين المواطنين المتواجدين بالسفارات سحبتهم من العراق، بالتالي هذا الموقف ممكن يترك انعكاس وتأثير ما يتعلق فقط بهذه الفترة، ممكن يمتد إلى الفترة القادمة أيضا. ما سمعت السؤال. عفوا أسأل عن أنه هذه الحادثة وبسبب هذا التصعيد أنه ممكن ما يترك الأثر فقط على هذه الفترة، ممكن هذا الأثر يمتد للفترة القادمة حتى يعني ما بعد الزيارة الأربعينية. لا أنا إذا فهمت بشكل صحيح، هو الأزمة لا زالت تحت السيطرة. نعم لا زالت الحكومة العراقية تفرض سيطرتها،
لا زالت القوات الأمنية متمكنة في أداء عملها، لا زالت البعثات الدبلوماسية تتفهم طبيعة الأزمة، لا زالت السفارات الأجنبية عاملة بشكل طبيعي في العراق. أعتقد قراءتهم للمشهد للأزمة السياسية تختلف عن قراءة المواطن العادي، المواطن الخائف، المواطن المرعوب من تداعيات الأزمة. أنا أعتقد الأمور ليست بهذه يعني الصورة السوداوية اللي ينقلها الإعلام. أعتقد أنه الأمور ذاهبة إلى الحال، لأنه لا بديل عن الحوار، ولا بديل عن تشكيل حكومة، ولا بديل عن استقرار الأوضاع. نعم أستاذ غازي، يعني إحنا نسمع خلال الأيام الأخيرة أكو باب للحوار، جميع الكتل السياسية والأطراف السياسية بدأت تقترب من الحوار، ووجهات النظر بدأت تقترب، بالتالي هذا التصعيد شو راح يترك أثر على الحوارات السياسية مستقبلا؟ شوف، يعني كان يفترض، يعني كنا نؤمن الناس بأن تكون يعني حلقة التفاهم ولغة التفاهم موجودة على الساحة. نعم. بدون اللجوء إلى العناد السياسي والانسداد السياسي، يعني والأنا التي كانت مسيطرة على بعض الشخصيات وتريد فرض إيرادات على حساب الواقع السياسي، وبالتالي هذه إشكالية. نعم، كانت هناك مبادرات خاصة من إطار التنسيقي، قد بحدود أكثر من 4 إلى 5 مبادرات أعطاها، وبالتالي لم يجد أذان صاغية لهذه المبادرات، وكنا نمني النفس بأن تكون هناك عملية حوار جدي وفعال ما بين كل القوى السياسية، والجلوس على طاولة واحدة والبحث عن قواسم مشتركة ومعالجة هذه الأزمة وتفكيكها بشكل دقيق وبشكل متأني، واستخدام العقل والعقلانية والهدوء، وبالتالي البحث عن مخرجات لهذا الواقع. طالما هناك توافق واتفاق على قواسم مهمة، يعني أنا في يمكن المتلقي والمشاهد يفهم أنه هناك كانت لغة مشتركة ما بين الأطراف. السؤال هنا أستاذ غازي، هل أنه الاختلافات بين الأطراف السياسية تستدعي أن يوصل المشهد إلى هذا الحد؟ لا أكيد، اليوم ما كنا نتوقع أن يصل المشهد إلى عنق زجاجة وبالتالي نبحث عن حلول. ما يختلف بوجهات النظر. أكيد هذا لازم في العمل السياسي، موجود عملية الخلاف والاختلاف، ولكن الأفضل منه والأقوم منعته أن يكون هناك التوافق على مخرجات لهذا الاختلاف، وبالتالي البحث عن قواسم مشتركة. أما أن نصل لموضوع التصعيد وتلغيم المشهد السياسي بشكل كبير ومؤثر، واستخدام الجمهور وكأنه ورقة في الشارع، كل هذه معطيات يفترض أن نبتعد عنها، لأن هذه لا تخدم المشهد السياسي، لأن ستصل بالمشهد إلى حالة التصادم وإلى حالة كسر الإيرادات، أو حالة قد تستغل من أطراف مسيئة موجودة في الشارع، تحاول أن تخلق شرارة وفتنة ما بين الأطراف، وبالتالي سيكون الخاسر الوحيد هو المواطن. أنا أتمنى، يعني كان يفترض أن تكون هذه النظرة هي السائدة لدى القوى السياسية بصورة عامة، ولنا يعني وجهة نظر خاصة في البيتات التي وجدت، إذا تسمح لي أستاذ عباس، في هذا الموضوع، لأن هذا مهم جدا. البيتين السني والكردي كانوا بعيدين بمسافة بعيدة عن ما يحدث في البيت الشيعي، وكأنها لا تعنيهم. كان يفترض اليوم أن لا تكون مبادرات في الوقت بدل الضايع، مثل ما نعرف أنه خلال السنوات السابقة وتشكيل الحكومة في السنوات السابقة. نعم. البيت الشيعي كان له دور بتوحيد الرؤى. نعم. داخل البيت الكردي أو البيت السني كان فاعل ومتحرك ومؤثر، واستطاع أن يوحد الأفكار وأن استطاع أن يجمعهم على طاولة واحدة، وكان يفترض رد الجميل اليوم في هذا الموقف. نعم. عندما يتحدث إشكالية في البيت الشيعي. نعم. خلينا ننتقل بالسؤال للأستاذ نسيم عبد الله السياسي المستقل، حياة حياكم الله استاذ نسيم. يا اهلا ومرحبا استاذ نسيم. اتساءل انه انتهت حلول القانون، حلول الدستور العراقي، المحاولات والحوارات، وبات الحل الاوحد هو اللجوء لهذه الطريقه من التصعيد. نعم، في البدايه تحيه لحضرتك وتحيه لضيفك الكريم وتحيه لمشاهدي قناتكم الكريمه. انا اعتقد اليوم يعني المشهد السياسي مع الاسف وصل الى مرحله خطيره. هذا المشهد حقيقة يعني ما كنا نعتقد ونتوقع بأن راح تصل الكتل السياسية بالتحديد المكون الشيعي إلى هكذا مرحلة. نعم. اليوم الأخوة في التيار الصدر هم مكون أساسي ومهم في العملية السياسية، وكذلك بقية المكونات، لكن الشيء الخارج عن المألوف هو أن تكون مسألة أن تكون قيادة يعني طرف أو محور
يفرض رأيه على المكون ككل. هذا أعتقد هو الحالة اللي الإطار التنسيقي اللي لحد الآن ما قادر أن يستوعبها. رؤية الأخوة في التيار الصدر، العفو، رؤية الأخوة في الإطار، نعم، هو ضرورة أن تكون هنالك شراكة حقيقية مع الأخوة في التيار الصدري. لكن رؤية الأخوة في التيار الصدري إطلاقا لا تنسجم مع رؤية الإطار. هم يعتقدون أستاذ نسيم في بادئ عذرا المقاطعة، في بادئ الأمر يعني ما بعد ما مرحلة الانتخابات وبعد إعلان نتائج الانتخابات، لما بدأت الحوارات يعني سمعنا أكو نقاط مشتركة بين بين كل الأطراف. شنو الأسباب اللي خلت الموقف يوصل لهذه النقطة؟ لا لا إطلاقا إطلاقا أستاذ العزيز، ترى يعني قضية الخلاف وقضية التوجه مو اليوم هذا الموضوع، هذا الموضوع يعني منذ أيام السيد عادل عبد المهدي، أيام بداية استلامه لمهام رئيس وزراء، الكل يعرف يعني هنالك جهد دولي لتغيير الخارطة السياسية بالتحديد في العراق. احنا شاهدنا من خلال مراقبتنا لوسائل التواصل الاجتماعي. عفوا استاذ نسيم، هذه نقطة مهمة، انه اكو جهد دولي لتغيير الخارطة السياسية بالعراق. نعم. معناها هذا الجهد له دور بالتصعيد اللي نعيشه اليوم؟ طبعا طبعا. اليوم خلي اقول لك يعني اساسه هذا اساسه بدا من يعني احنا من خلال متابعتنا لوسائل التواصل الاجتماعي. نعم. يعني شاهدنا على ان هنالك توجه عام على ان يعصب كل الخلل وكل مشاكل العراق بطرف دون الأطراف الأخرى، في حين حقيقة الأمر اليوم كل الأطراف الموجودة من ضمنهم الأخوة في التيار الصدر هم جزء أساسي وأصيل في العملية السياسية منذ عام 2003 ولحد الآن. اللي حصل على أنه اليوم خل أقول بالأحرى يعني قسم الكبير اللي هو الإطار هو سبب البلاء وسبب خراب العراق، لكن حقيقة الأمر اليوم إحنا اللي نشوفه واللي نعرفه من خلال العملية السياسية، اليوم العراق ما يعني ما يقود طرف، اليوم كل المكونات موجودة، اليوم الأخوة في اتحاد كردستان موجودين في الحكومة، الأخوة في السيادة موجودين في الحكومة وإن اختلفت مسمياتهم ما بين انتخابات. بالتالي أستاذ نسيم، مسؤولية كل الأطراف اليوم أبناء الوطن الواحد هو الحفاظ على وحدة العراق. بالتأكيد بالتأكيد. خلينا ننتقل بهذا السؤال أستاذ نسيم للدكتور مصطفى. دكتور مصطفى، وحدة العراق والدم العراقي مثل ما نعرف أنه إحنا خلال سنوات الغزو الأميركي وما بعدها والحروب الطائفية وحرب داعش سببت نزيف للدم العراقي، المشهد اليوم يحتمل صراعات جديدة وتأزيم للموقف أكثر وتهديد حتى يعني للسلم المجتمعي. نعم، أنا قلت في قنوات في كتاباتي أنه الأزمة الحالية أنا متفائل في حل حالتها، وهي أوضح يعني أقل حدة من الأزمات اللي مر بها العراق والعملية السياسية سابقا. تذكرون عام 2015-2016 كان العراق داخل في حرب لتحرير أراضي من تنظيم داعش الإرهابي، وكانت أسعار النفط وصلت إلى 10 دولار تقريبا، وكان كساد عالمي اقتصادي معروف، وكانت حكومة ضعيفة، وبنفس الوقت التيار الصدري اقتحم المنطقة الخضراء واقتحم مجلس النواب ووصل إلى مجلس الوزراء، ولكن الأزمة مرت بسلام وبحكمة القادة السياسيين، ومن ثم تشكلت يعني كابينة جديدة في وقتها ومشت العملية السياسية بسلام. أنا أعتقد أنه واجبنا كنخبة، بالتالي هذه الإشكالات دكتور مصطفى مو جديدة وهذه التعقيدات مو جديدة على المشهد. نعم، واجب إعلامية، واجبنا أن نخفف من حدة الأزمة، أن نبعث رسائل اطمئنان. يعني اللي صار اليوم احنا نفهمه بانه التيار الصدري في تظاهره اليوم هو جزء من عدها يريد ان يضغط على المحكمه الاتحاديه، لانه غدا سوف تعقد جلستها بدون مرافق. نقطه مهمه طرقت لها دكتور مصطفى، هو دور المحكمه الاتحاديه ست مختصه بالنظر بدعوى حل مجلس النواب. اذا هذا هو جزء من صراع سياسي مفهوم ومقبول الى حد ما عند المتابعين. بيان اليوم لهيئة الإعلام دكتور مصطفى دعا إلى التهدئة، الخطاب الإعلامي اليوم للقنوات التلفزيونية أو حتى الشخصيات اللي تظهر بالإعلام شلون تقيمه، وهل إلى دور بهذا التصعيد أو حتى التهدئة؟ يعني هو خلينا نقسم صاعدون بالموقف، هم أولا المتضررين من يعني من مجيء الإطار التنسيقي، ثانيا المتضررين من حل الأزمة، ثالثا الطرف الثالث اللي دائما يعمل على
الاقتتال الداخلي يعمل على الفتنة، يعمل على إثارة العنف بين الأطراف يعني بين العراقيين. نعم. للأسف الشديد تابعنا يعني حسابات وشخصيات معروفة، وفي نعم. كل أزمة هم يعني يشربون بأعناقهم يعني، ومعروفون بأسمائهم وشخصياتهم وخلفياتهم والمنظمات والجهات التي تمولهم والجيوش الإلكترونية كلها والمدونين الكثير من عندهم، يعني هناك أخبار كاذبة، يعني هناك فبركات، هناك بيانات غير حقيقية، هناك صور وفيديوهات يعني، وكأنهم قد أعدوا العدة لإحداث الفتنة. للأسف الشديد جزء من شعبنا يعني يصدق بهذه الإشاعات، يصدق بهذه الأكاذيب. أنا أحصيت لحد الآن تقريبا أكثر من 15 خبر مزور وفيديو مزور يعني بيانات مزورة لم تصدر عن تلك الجهات، ولم تكن يعني على سبيل المثال هناك طرف يعني سرب معلومة وهي معلومة غير دقيقة بسفر السيد مقتدى الصدر إلى إيران، تبين أنه هذا خط مكذوب. الخبر الثاني يعني قال بأن السيد الحاج هذا العامري أعلن انسحابه من العملية السياسية، تبين هذا الخبر مكذوب. كثير يعني حتى هذا الأمريكية، حتى هذا الخطاب مواسين أمريكيين أو غيرها من هذا المواضيع، تبين أنه الفيديو في عام 2014. أخبار كثيرة عن اقتحامات وعن عدد قتلى وجرحى وإلى غيره، تبين أنه الأوضاع والأمور على أرض الواقع هو ليست بهذا الشكل. حتى هذا هذا الخطاب دكتور مصطفى الأمور يعني لاحظ يعني يجب على الحكومة. أنا أركز على نقطة أساسية، تفضل. أنا أقول أن الحكومة متمثلة برئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال أخطأ في جانب وأصاب في جانب. حتى هذا الخطاب دكتور مصطفى ما يمثل، عفوا هذا الخطاب ما يمثل خطاب أتباع التيار الصدري ولم يتعرض إليهم. وفي نفس الوقت هو يعني في إدارة هذه الأزمة يعني كانت توجيهات مشددة بعدم التعرض أو إطلاق النار إطلاق رصاص الحي على المتظاهرين. أعتقد أنه إدارة الأزمة اليوم تتطلب حكمة. نعم، إذا تسمح لي دكتور مصطفى، هذا الخطاب انتقد بالسؤال يا الأستاذ غازي اللامي، هذا الخطاب والنقاط اللي أشار لها دكتور مصطفى تتنافى مع توجهات وتغريدات الصادرة عن التيار الصدري. يعني القيادي في التيار الصدري حسن العذاري غرد بتغريدة أنه سماحته يعلن إضرابا عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح، فإزالة الفاسدين لا تعطي أحدا مهما كان مسوغا لاستعمال العنف من جميع الأطراف. هذا هو موقف التيار الصدري، بالتالي موقف السيد الصدر أيضا يدعو إلى التهدئة. نعم، هو في أكثر من تغريدة قد تحدث السيد الصدر أنه مع حفظ السلم والأمن، وهذه واحدة من المؤشرات في تغريداته. وبالتالي يجب أن لا نستعجل في يعني السماع هكذا تصريحات أو تغريدات من أطراف وشخصيات محسوبة على التيار الصدري، لأنه اليوم نحتاج إلى العقلنة وإلى الهدوء وإلى عدم الانجرار وعدم الانفعال وعدم إطلاق التهم جزافا، لأننا في مركب واحد وفي سفينة واحدة، وعندما يحدث خرق في هذه السفينة الكل ستغرق. وليس كل بما توقع أستاذ غازي أكو استجابة راح تكون مثل هذه التغريدات، خصوصا وأنه إحنا نسمع لغاية هذا التوقيت وإحنا بالبث المباشر أنه أكو إطلاق نار داخل المنطقة الخضراء. يعني شوف، توقع في الساعات القادمة أكو استجابة لمثل هذه الدعوات للتهدئة؟ أكيد لازم، وأن يكون هناك عملية قبول، لأن اليوم العقلاء يجب أن يدخلوا على خط الأزمة. يعني أصحاب العقل، يعني حتى نكون صادقين وواضحين، لا نترجى من الكتل السياسية هذا الموقف، لكننا نترجى من أصحاب العقل، رجال الدين، شيوخ العشائر الأصلاء، أصحاب العقل، أصحاب العضوة في المجتمع العراقي، يجب أن يدخلوا على خط الأزمة وأن يكونوا فاعلين اليوم، لأن كل هذه الجماهير هم من هذه القبائل وهذه العشائر وأبناء بلد واحد، وبالتالي عملية خسارة أي مواطن هي خسارة لكل العراقيين. نحتاج اليوم إلى أن لا نعيد المشهد، مشهد عام 2018 مال اللي حدثت فيه انتفاضات تشرين، وبالتالي الطرف الثالث يعمل بخفاء ولا نعرف من هو من يقتل بالمتظاهرين. تكون الأطراف على مساحة هذه دروس تتمتع بالوعي الكافي، هذا أملنا بهم أكيد. يعني الحالات السابقة يجب أن تكون دروس للحالات الحالية وللظرف الحالي، لا نعيد نفس السيناريو، لا يعاد نفس السيناريو، وبالتالي يهدر الدم العراقي بحجج واهية وبأطراف تعمل على تعكير الصف والأمن والأخوة
القوة والوحدة ما بين كل الأحزاب والقوى. اليوم نتمنى على كل الأطراف أن تبتعد حتى عن التصريحات المتشنجة، حتى القيادات السياسية. هذا الموقف أستاذ غازي، انتقل لي الأستاذ نسيم، أنه هذا المواقف ودعوات التهدئة ما صارت اليوم أنه فقط في الداخل العراقي ومن أتباع التيار الصدري أو حتى قيادات التيار الصدري، مثل ما قرينا تغريدة السيد حسن العذاري، اليوم الجامعة العراقية العربية عفوا، الأمم المتحدة، وزارة الخارجية الإيرانية دعت إلى تغليب لغة الحوار والحفاظ على السلم المجتمعي. تشوف هذه الدعوات ممكن تنتج لنا في نتاج جديد وبالتالي نهدئ؟ وحتى قيادات في الإطار التنسيقي الحاج هادي العامري كذلك دعا إلى لغة التدريب. اليوم أستاذ عباس، اليوم خلي يعني نعرف منه اللي يؤمن بالحوار ومن الطرف اللي رافض للحوار. طيب اليوم كل الأطراف السياسية، كل المكونات، نعم، هي مع الحوار. اليوم الأمم المتحدة، اليوم جامعة الدول العربية، الولايات المتحدة، غالبية الدول، حتى السفارة البريطانية، غالبية الدول التي كان لديها موقف من الأزمة العراقية طالبت بالحوار. لكن الأخوة في التيار الصدري لحد الآن لم يتبلور لديهم رأي منطقي وحقيقي للحل. اليوم حقيقة احنا لو نشاهد مطالب الأخوة التيار الصدري، في البداية كان هنالك لديهم أحد تغريدات المقربين من سماحة السيد مقتدى الصدر، بما معناه حاول أن رفع العمل بالدستور أو إيقاف العمل بالدستور، هذه نقطة. ومن ثم انتقل إلى مطلب آخر على أنه حل البرلمان. طيب كيف ممكن أن يحل الدستور أو إيقاف العمل في الدستور؟ الدستور قراره وشأنه مو فقط يعنى فقط بالإطار، الدستور هو قضية عراقية، يعني قرار وطني. أستاذ نسيم، يعني تقريبا هذا السؤال الأدق والأهم، هو كل الأطراف حاليا تدعو للحوار، لكن التساؤل الأهم أنه أكو مساحة بعد للحوار تشوفها برأيك؟ بالتأكيد اليوم في كل الأحوال الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. لكن اليوم مطالب الأخوة التيار الصدري هي يجب أن تكون هنالك أرضية حتى يقدر الإطار التنسيقي أو بقية المكونات تقدر تحققها. اليوم إحنا القضية الأساسية عند الأخوة في التيار الصدري اللي هي قضية حل البرلمان. طيب كيف ممكن أن يحل البرلمان في ظل حكومة مؤقتة؟ يعني الآن ممكن حكومة السيد الكاظمي تقدر تحل البرلمان؟ إطلاقا غير ممكن. يعني يجب أن تكون هنالك آليات دستورية. تعرف حضرتك اليوم يجب أن يكون رئيس جمهورية ورئيس وزراء وكابينة وزارية ومفوضية انتخابات وقانون انتخابات، ويجب أن يكون هنالك تمويل للانتخابات. بالتالي أعتقد هذا يعني يمكن بين الحاج هادي العامري والسيد رئيس الوزراء الأسبق اللي نور المالكي وكل الكتل السياسية أعلنت موقفها صراحة. طيب هنالك آليات دستورية، هذه الآليات الدستورية هي يعني هي القادرة على الخروج من الأزمة الحالية. أستاذ نسيم، هذا اللي راح نناقشه إن شاء الله بالملف الثاني. أدعوك وضيوف الأكارم للبقاء ويانا في الملف الثاني بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام بملفنا الثاني لهذه الليلة. مع تجدد اقتحام المتظاهرين المباني الحكومية وإعلان الحظر الشامل للتجوال، ترافق مع هذه المستجدات الأمنية فإن اللجوء إلى طاولة واحدة من الحوار الوطني الجامع لرسم خارطة الحل يبدو المخرج الوحيد لإنهاء هذا الانسداد. إذا ما استمر على وتيرته الحالية فإنه سيعقد المشهد ويضيق من مسارات الحل المنشود.
مشاهدينا نفتح هذا الملف بعد مشاهدة تقرير الزميل علي حبيب، راجعين. على وقع التطورات الأخيرة واقتحام القصر الجمهوري الذي أمنته القوات الأمنية بعد ذلك ومباني الحكومات المحلية في المحافظات ودخول البلاد في حظر شامل للتجوال بعد اقتراب مهلة السيد الصدر من الأنقضة والتي اشترط فيها عدم دخول الأحزاب التي اشتركت في العمل السياسي منذ التغيير، فهي لم تلقى أي استجابة من المكونات السياسية جمعا لغرابة مضمونها وعدم انسجامها مع الواقعية ونتاج الديمقراطية. ومع الاقتراب من الدخول في الساعات الأخيرة من المهلة المحددة فأن الشارع انسحبت هذه الخلافات نحوه سريعا بعد عدم التوصل لرؤية موحدة أزاء المرحلة الراهنة، وبذات السرعة صدرت جملة مواقف من الداخل العراقي تدعو فيها إلى ضبط النفس واستحكام العقل وعدم الانجرار وراء عبث العابثين بأمن الدولة ومقدراتها، فضلا عن البعثة الأممية التي شددت على مغادرة المتظاهرين المنطقة الخضراء والركون إلى الحوار. وأمام المعطيات غير السليمة والمتمثلة بالتجاوزات الحاصلة على الحقوق العامة والخاصة والتي تشي بانحدار الأوضاع إلى الهوية وتأزمها إلى أكثر من ذلك، فأن الجنوح إلى لغة الحوار بات أمرا ملحا لتدارك انزلاق الأمور إلى ما لا يحمد عقبا، فتسيد لغة الحوار حتما سيقطع الطريق أمام الساعين إلى أحداث فتنة مجتمعية والتي أقبلت تتبع بعضها البعض كقطع الليل المظلم. فهذه الفوضى الشاملة كانت نتاجا لتزمت الكتل السياسية بالمواقف، ولم تنجح جميع مبادرات التقريب في الطروحات لردم الهوة بين الإطار والتيار والتي كان مؤملا منها أن تنتج واقعا أفضل، لكن جاءت الريح بما لا تشتهي السفن وتعمقت الأزمة السياسية وتعقدت. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة ثانية، أجدد الترحاب بكم وكذلك بضيوفنا الأكارم، وأنتقل بالسؤال إلى الدكتور مصطفى الناجي. دكتور، الإطار التنسيقي جدد دعوته للتيار الصدري للحوار من جديد، وتغريدة السيد العامري قبل قليل خير دليل على هذا الدعوات، أنه دعا بصريح العبارة بأن السلاح ليس حلا وإن الحوار موجود وممكن الحوار والحوار هو الحل. شلون تشوف هذه المبادرات في هذه التوقيتات؟ نعم تقريبا اكو خلل بالصوت، ننتقل بالسؤال للاستاذ غازي. السؤال ذاته دعوات الحوار ودعوات التهدئه من قبل الاطار التنسيقي وكذلك دعوات التهدئه من قبل السيد العامري، شلون تشوف هذه الدعوات؟ شوف يعني هذه الدعوات هي لابد ان تاتي بثمارها ولابد ان يستثمرها الاطراف كلها، تستثمر هذه الدعوات بشكل دقيق وبشكل واضح ودون القفز عليها والعبور عليها، لأن لا يوجد حل اليوم رغم هذا الاحتدام والاحتكاك السياسي إلا هو الحوار، والحوار هو المخرج لكل الإشكاليات. كانت يعني ولا زالت هناك مقبولية للحاج هادي العامري لدى السيد مقتدى الصدر، وكان يعني قريبا جدا منه، وكان هناك كانت بعض الأمور قد يتجه العامري إلى السيد مقتدى الصدر لحل حالة هذه الأزمة، ولكن عملية الاستعجال من قبل السيد مقتدى الصدر في يعني الخروج من المشهد السياسي برمته قد أوصد الباب. اليوم حتى هذه يعني هناك كثير من الأطراف قد نأت بنفسها اليوم عن تقديم مبادرات، لأننا أمام عناد والعناد لا يوصل إلى نتيجة، وأتمنى اليوم على أصحاب الرؤية السياسية أن لا يعني يفوت عضهم وبالتالي يتم عملية البرود وعملية عدم تفعيل المبادرات والطروحات، وبالتالي يجب أن نصل إلى مخرجات. يعني اليوم في ظل هذه الظروف السلاح هو ليس الحل والاحتدام العسكري ليس هو الحل، هذا ما أكد عليه السيد العامري. نعم، بصريح العبارة السلاح ليس حل، ليس حلا. يعني اليوم إذا يعني العقل لا زال شغال، العقل السياسي لا زال يشتغل ومنتج وفعال، وبالتالي هذا العقل يجب أن يستثمر لحل حالة هذه الأزمة. لا توجد أزمة لا يوجد لها حل. يعني وهذه الأزمة مثل ما ذكر الدكتور مصطفى أنه مو هذه الأزمة الأولى اللي تمر، أكيد يعني ليست الأزمة، وأنا ذكرت إلى جنابه كل الحكومات تقريبا من 2003 إلى اليوم تمر
تمر ببعض الأزمات والمعتركات وبعدين تخرج بحلول. أنا تحدثت إلى جنابك الكريم قلت اليوم هذه يجب أن تكون دروس، لأننا مررنا بنفس التجارب وبنفس الأزمات وبنفس الإشكاليات، وبالتالي يجب أن لا نستكين ولا نركل إلى جنب، وبالتالي أن نترك لغة الحوار ونبحث عن مخارج تزيد المشهد تلغيم وتخزيم، وبالتالي تعجز عملية إنتاج حلول. مهمة هذه النقطة أستاذ نسيم. الأحداث أحداث اليوم وما رافقها من تطورات، برأيك راح تعقد الحوار بين الأطراف، بين دعوات الإطار الشيعي الإطار التنسيقي للحوار وفتح باب الحوار مرة ثانية مع التيار الصدري؟ الإطار إطلاقا ما يعني ما غلق باب الحوار مع الأخوة في التيار الصدري. لحد الآن هنالك مطالبات، وأعتقد يمكن قبل قليل حضرتك استشهدت بكلمة الحاج هذا العامري. بالنتيجة الإطار يعتقد بأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. مسألة يعني التشدد بالرأي وأن يكون لك رأي معين، أعتقد يعني هذا الموضوع إطلاقا يعني حتى في مصطلح السياسة وفي العمل السياسي ما ممكن أن تتشبث برأي، عليك أن تسعى إلى الحلول الوسط، بالتالي الحلول الوسط هي السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. أعتقد يعني اليوم ما نمر فيه حقيقة يعني هي يعني أيام ويعني لحظة على الكل أن ينتبه. هنالك تحديات كبيرة يواجه العراق، هنالك إرادة حقيقية لتغيير المشهد الداخلي العراقي. تشوفها هذه أحداث طبيعية أستاذ نسيم، أنه إحنا نعيش تجربة ديمقراطية جديدة بعد عام 2003، تجربة تقريبا عمرها 20-19 سنة، تشوف هذه الأحداث طبيعية؟ ممكن تكون بالمستقبل هذه الأحداث والاستفادة من التجارب مثل ما ذكر أستاذ غازي اللامي من قبل كل الأطراف السياسية؟ إطلاقا هي أحداث غير طبيعية. مع الأسف إحنا كنا نعتقد بأن يوم بعد يوم لما نتقدم في مسألة الانتخابات والوعي الانتخابي والسلوك الانتخابي وكثير من المراحل إحنا مرينا فيها، مع الأسف اليوم رجعنا كأنما بحدود 15 سنة إلى الوراء. إحنا قبل قليل يعني سمعنا وشاهدنا إطلاق نار كثيف، هنالك يعني قذائف الكاتيوشا لحد الآن قبل قليل سمعناها يعني سقطت على الخضراء. لكن ممكن هذه الدعوات الأخيرة، يعني دعوات السيد العامري، دعوات الجهات الدولية، ممكن تخفف من وتير هذا التصعيد؟ بالتأكيد اليوم المطالبات الدولية حتما يعني يكون لها وقع وتأثير على جميع الأطراف المتخاصمة، لكن يعني أنا أقول أولا وآخرا سوف يجنح الكل إلى الحوار. مسألة استخدام السلاح هذا الأمر إطلاقا الكل سوف يخسر. اليوم الأخوة في التيار الصدري، أبناء التيار الصدري هم أخواننا وأبناء العراق، الإطار التنسيقي كذلك هم أبناء العراق، أبناء بيت واحد هم، بالتالي بالنتيجة ما نتمناه حقيقة هو أن يتدارك السياسيين. وصلنا على القرار على أن المرحلة الحالية هي مرحلة حرجة وعلى الكل أن يتحمل مسؤوليته. وأعتقد اليوم من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأساس هو السيد رئيس الوزراء، باعتباره هو القائد العام للقوات المسلحة. اليوم على رئيس الوزراء أن يتحمل مسؤوليته في أن لا يتضرر المواطن البسيط من الصراع السياسي. قبل قليل سمعنا هنالك غلق لشركات نفط في الجنوب، غلق لموانئ في البصرة، بالتالي هذا حقيقة هي ما معني فيها لا الإطار ولا أي طرف. لذلك أستاذ نسيم، لذلك البعض حمل حكومة تصريف الأعمال، وانتقل بالسؤال يا دكتور مصطفى، حمل حكومة تصريف الأعمال اليومية ورئيس حكومة تصريف الأعمال اليومية المشهد الحالي وعدم حماية مؤسسات الدولة، مثل ما لاحظنا بالأيام الأخيرة مبنى البرلمان استباح، السلطة القضائية، اليوم رئاسة الجمهورية. فبالتالي شلون تشوف دور حكومة تصريف الأعمال بهذا المشهد؟ ما أعرف إذا الصوت واضح جنابك. دكتور مصطفى السؤال واضح عندك؟ نعم أسمع، حاليا أسمع. نعم. أعيد السؤال. نعم دكتور. نعم. البعض يحمل حكومة تصريف الأعمال ما وصل إليه المشهد اليوم من التجاوز على مؤسسات الدولة، التجاوز على السلطة التشريعية، السلطة القضائية، رئاسة الجمهورية، فبالتالي دور حكومة تصريف الأعمال اليومية شلون تقيمه، شلون تتابعه بهذا المشهد؟
يعني هي رسالتين بالحقيقة بدي أوجهها. الأولى إلى حكومة تصريف الأعمال برئاسة سيد الكاظمي الذي فعلا هو يعني كان ولا زال جزء من الأزمة. جزء من الأزمة. ولم يقم بواجباته. نعم جزء من الأزمة. هو هناك سياسة تخادم وتصالح مع المتظاهرين من أجل ديمومة بقائه على كرسي رئاسة الوزراء حتى وإن كان تصريفا للأعمال. هذا من جانب. الجانب الآخر أنا أقول رسالة أوجهها إلى أخوتنا وأحبتنا في التيار الصدري المتظاهرين، اعلموا أن زعيمكم وقائدكم وقدوتكم سماحة السيد مقتدى الصدر قد أضرب عن الطعام احتجاجا على الأساليب العنيفة واستخدام الأسلحة في تظاهراتكم. إن كنتم فعلا تحبون العراق وتحبون وتطيعون قائدكم فإن قائدكم يعني يطلب منكم عدم استخدام الوسائل العنيفة، لا تتحولون من متظاهرين إلى خارجين عن القانون. أنتم بهذه الأفعال تواجهون الدولة وتواجهون المجتمع وتواجهون المجتمع الدولي، بالتالي فإن كل ما تقومون به من عنف ومن رفض للحوار ومن الاحتكام إلى القانون والدستور سوف يضر ليس بكم فقط وإنما بعموم الشعب العراقي. الله الله في الوطن أيها الأخوة أيها الأحبة، أنتم الشجعان وأنتم الوطنيين، لا يعني لا تجعلوا الأمور تنجرف إلى ما لا يحمد عقباه. هذه الأفعال تعتبرها خارج توجيهات يعني زعيم التيار الصدري بجميع قاته يطلب الحوار والاحتكام للعقل الاحتكام للدستور. نعم هذه الأفعال أسأل دكتور مصطفى تعتبرها خارج توجيهات السيد الصدر؟ يعني مثل ما نعرف أن السيد الصدر بأكثر من مرة دعا للحفاظ على السلم المجتمعي، دعا للحفاظ على الدم العراقي، وحتى سلطة القضاء ولما تواجدوا بمبدأ القضاء دعاهم للانسحاب. تتوقع راح تكون اكو استجابه من قبل اتباع التيار الصدري؟ انا اعتقد انه يعني سماحه السيد لا يشك في وطنيته واخلاصه وحرصه على الدم العراقي. انا اعتقد اذا بقت الامور بهذا الشكل ولم يستمع المتظاهرون داخل الخضراء له سوف يتبرأ منهم وسوف يكشف الغطاء عنهم. اعتقد انه سماحه السيد الصدر هو حريص جدا على عدم إراقة دم لأي متظاهر أو لأي مواطن عراقي سواء كان من القوات الأمنية أو سواء كان من المتظاهرين. فإن لم يستجيب المتظاهرين المعتصمين لنداءات العقل أعتقد أنه ليس فقط سيد مقتدى سوف يصدر بيان وإنما حتى المرجعية الدينية، لأنه تصل الأمور إلى الدماء وإلى الاقتتال. أعتقد هذا خط أحمر لا يمكن لأي عاقل أن يتجاوز. نعم هذا بدل ما نتمناه. أستاذ غازي الأطراف الوسيطة نتوقع أنه تدخل أطراف وسيطة مثلا باقي الكتل باقي مكونات الشعب العراقي أو حتى شخصيات لها وزنها والجميع إن شاء الله محترمين، تتوقع أنه تتدخل وساطات لحل هذه الأزمة؟ يعني بالمناسبة كان يفترض أن يتدخلوا قبل هذه الأزمة قبل أن تصل لهذا المستوى من الحدة ومن الاحتلال. بالتالي هي وصلت إلى هذا المستوى. وكنا ننادي يعني كباحثين للشأن السياسي بأن كل الشخصيات الموجودة في العراق بكافة مسمياتها بكافة تسمياتها سواء الشيوخ عشائر رجال دين أساتذة جامعات منظمات مجتمع مدني رئاسات يعني كل القوى الموجودة اليوم ومن له حظوة في المجتمع العراقي ومن لديه تأثير ومن له كلمة على هذا الجانب أو على ذاك الجانب يستطيع أن يؤثر ولو بجزء بسيط حتى نصل إلى الحلول التي ترضي كل الأطراف. ولكنها اليوم هو أول يوم الاختبار الحقيقي. قلنا نعم قد كانت متأخرة واليوم هو الاختبار الحقيقي لكل هذه الشخصيات بكافة مسمياتها. اليوم يجب أن تكون حاضرة ومفعالة ومؤثرة في تصحيح هذا المسار، أن لا تترك هذه الأمور فقط. أستاذ غازي ما هي قيادات الطرفين إذا نحكي عن التيار الصدري أو حتى الإطار التنسيقي جاي تدعو إلى التهدئة؟ اليوم نشوف أكو نقطة مهمة. الغطاء الذي الشرعي اللي كان يحمي المتظاهرين هو السيد مقتدى الصدر. نعم. اليوم رفع يده عن هذه وبقت المتظاهرين في مواجهة أجهزة الحكومة. يعني وبالتالي هذه نقطة خطرة اليوم. نعم. لأنه لا يوجد موجه لهم ولا يوجد قائد ميداني لهم في الساحة، وبالتالي يحتاجون إلى
من يكون يلملم هذه الأمور، وبالتالي يكون هو طرف حتى يحاور الأطراف الأخرى البحث عن مخرجات والوصول إلى نتائج. أما ترك الأمور بحسب ما يريده المتظاهر، هذه ستخلق أزمة، ستخلق عدم استقرار، لا يكون هناك وصول إلى نتائج. وهذه المشهد يعني ما يتواجد به فقط طرفين، أكو أطراف من صالحها أنه يبقى المشهد بهذا الكأس. هذا اللي أريد أقوله، أنه أكو هناك أطراف تعمل على إعادة المشهد كمشهد عام 2003. وتعرف اليوم عملية السلاح على مشاهد الدولة والحواسم وإلى ما شاء ذاك، وبالتالي حدوث السرقات وهذه وخلق فتنة، كل هذه اليوم مهيئة هذه الملفات إذا ما لم يتم السيطرة على الوضع بشكل دقيق. هذا اللي أريد أن تقل بي لي الأستاذ نسيم، يعني بعد كل هذا النقاش السياسي خلال الحلقة لابد أنه نوضع بعض نقاط الحلول. برأيك الحلول من وين لازم تبدي حتى نخفف من وتيرة الأزمة ونمضي بتشكيل الحكومة؟ ما مصالح الناس متوقفة، الميزانية متوقفة، الدرجات الوظيفية، يعني هواية عندنا احتياجات ونقوصات تحتاج إلى أنه تنحل هذه الأزمة. الحل برأيك من وين لازم يبدي؟ نعم، وهي قد تكون مرضية، يعني مرضية لجميع الأطراف. اليوم الإطار التنسيقي ما عنده رغبة بأن يشكل حكومة ويستمر لمدة 4 سنوات. نعم. اليوم الكل، كل الأطراف اليوم مؤمنة بأنه يجب أن تكون هنالك انتخابات مبكرة. لكن كيف ممكن تكون انتخابات؟ الرؤية الحقيقية للإطار هو يجب أن لا ينفرد طرف دون الأطراف الأخرى بالقرار السياسي العراقي. هذا هذا جانب. الجانب الآخر، رؤية الإطار أن تتشكل حكومة، وأعتقد المتوقع هي أن تكون يعني حكومة بالاتفاق فيما بين الإطار والتيار. وحكومة راح تكون لفترة قصيرة وبضمانات، أعتقد هذا السبيل الوحيد لإرضاء الأخوة في التيار الصدري. بالتالي إحنا وفق الدستور أنه عندنا حلول لكل هذه الأزمات. بالتأكيد بالتأكيد. اليوم إن تشكلت حكومة حتما سوف تكون مهامها الأساسية مثل حكومة السيد الكاظمي. إذا تشكلت حكومة سوف تكون مهمتها الأساسية هو إجراء انتخابات قد تكون فترة محددة. هذا اليوم السبيل الوحيد والدستوري القادر على إخراجنا من الأزمة، ولا قضية أن يحل الآن يحل البرلمان وأن تكون مطالب أخرى غير دستورية، أعتقد هذا الأمر إطلاقا غير وارد. وهذا ما أكدته أستاذ نسيم، السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية، وأنه مو من صلاحيات المحكمة الاتحادية حل البرلمان، والحل الوحيد لهذه الأزمة مثل ما تفضلت حضرتك هو التوجه للقرارات الدستورية وإلى الدستور العراقي المشرع. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ نسيم عبد الله السياسي المستقل، كذلك أتوجه بالشكر للأستاذ غازي اللامي المحلل السياسي، كذلك الشكر موصول للدكتور مصطفى الناجي الباحث والأكاديمي، والشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.